عن الكهرباء يعني صار 30 سنة نحن بهاي الحال. أبو الله يعني ماكو كهرباء ماكو نهائيا. كلها 5 ساعات يجي ساعتين 3 ساعات يعني إذا واحد عنده مرضى شيء شلون تحمل هاي الحار؟ يعني حتى المولدات ما يلحق. هسه أنا ساحب 5 أمبير ما يقدر أشغل يعني 3 مبردات من الحارة. الوطني ماكو يعني المولدات يصير ضغوط عليهم. أنا ساحب 4 أمبيرات مبردة واحدة يشغل ويفصل. والوطني أسد ما جاء له يمكن دقيقتين طفى. يعني حار فرنو. الشعب العراقي هسه يراد له مي، يراد له كهرباء، الغاز يستمر. ما مثل قبل هسه، نبات نطلع برا بس نشتم الهواء على اساس برا ماكو من حتى هواء. بس عمود الكهرباء طافية. والله يبا ماكو زبت والله العظيم. والله العظيم البيع بس تشق وتطفي. الاوتوماتيك ابد ما يشتغل عندنا، بس من صبح طبل ليس ما جانا، وحتى البراد ما ثابت، الله وكيل، البراد ما قد يوب عندنا، الله وكيل هذا. هاي الشهر 300 وكسر بس طلع من الكهرباء هاي الشغلة ما بتساعد 300 وكسر من كم دكان احنا هوني والله لازم ترعى حال المواطنين هاي ما عندها كهرباء هاي البيوت الاطفال عندهم والله الله يساعدهم صار لنا مدة كهرباء وطني ما عندنا 30 سنة يمكن أكثر لو يومية برضه همينا كان سوى ايه فالشغلة يعني شغلة الوطن يمكن قضايا سياسية تعب المواطن حتى يلحقك فالشغلة يعني متعبة تعبونا يعني وين الدنيا وين وصلت والكهرباء هالشكل يعني الوطن وين العالم وصل وإحنا نلحق الوطن جاء وطفى الوطني وفقس المولد اللي عنده مريض المتعب هذا اللي ما عنده فلوس يلحق ورا المولدة معرف الوطني مصيبة يعني.